السياحية عاصمتها فورت لويس، وأيضا كانت تكون لاعبة بادمنتون أو ريشة طائرة هي التي تحمل العلم أمام 12 رياضيا ورياضية. موريتانيا تشارك اثنين فقط، هي بلد مليون شاعر، لكن نتمنى ايضا ان تحقق في المستقبل بعض الميداليات الاولمبيه. جندي المختار هو الذي يحمل العلم عداء 200 متر، وهو نفسه الذي حمل العلم الاولمبي لوفد موريتانيا في دوره لندن.